أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في نشرة الليلة من أخبار وذني. نشرة الليلة بشكون إن شاء الله نشرة ثرية جدا بالأخبار والأحداث، وسعيد باستقبال زوز ضيوف من الحجم الكبير، وعندنا سابقة أولى في تونس باش نكتشفها مع بعضنا. يرافقني في هذه النشرة السيد مروان البلحاوي الخبير في الحمص المنفخ. سيد مروان أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك وبالمشاهدين متاعك. شكرا. يعني كان طمنا ساعة من الأول على أحوال الحمص المنفخ في السوق العالمية. حاب نقول لك اللي أحوال الحمص المنفخ لا بأس. جيد جيد جدا. ومعنا كذلك السيد طارق أزقو. طارق أزقو هو إرهابي مرخص له. سيد طارق مرحبا بك. شكرا للاستضافة سيدي. يعيشك يعيشك، ونحن نشكرك الحضور بيدي البيت الحلة البهية. يعني السيد أزقو أنت إرهابي مرخص لك من طرف الدولة ولا كيفاش؟ أي أنا في الحقيقة يعني عندي تأشيرة من الكونغرس في أمريكا. مرخص لك من الكونغرس. اي وكنت حال باتيندا في ألمانيا وسكرتها توا. وتوا عندي باتيندا على روسيا، ويعني وانا راني يعني ارهابي محترف. اي لعلمك يعني احنا نخدمه في مجال الاحتراف. عندي بطاقة احتراف. بطاقة احتراف كارهابي في الارهاب يعني. وعندي بطاقة جلب. بطاقة جلب. اي بطاقة تأمين على الحياة. وعندي بطاقة كنام كذلك. مخرطين في الكنام. اكيد مخرطين، هذا ماهوش في شبيك اختصار يعني. وهذه بطاقه سي ان ار بي اس. سي ان ار بي اس. نعم جميل. ربي ثبتها لي. ثبتها لي. لا لا بطاقه السوق القدامي. يعلمك انه احنا نخدموا في الوطن. تقول لي كيفاش نخدموا في الوطن؟ لانه نحن مثلا تفجيري ارهابي فجر روحه في قهوه ولا في مدرسه. لماذا يفجر روحه في مدرسة؟ لماذا صحيح لماذا؟ لانه مدرسه حالتها تعبت، ونعاونوا في وزاره التربيه باش تلقى حلول اخرى باش تهيئ المدرسه بعباد اخرين، تجهيزات اخرين. نعم نعم وزاره التجهيز. معناتها انتم كتفجروا المقهى مع شق بطالة يمشي ويجي في المقهى. كنفجروا المقهى يعني نعاونوا في وزارة التشغيل باش ما يقعدوش البطالة يعني في القاوي. واضح جدا. ما سمع يعني انتم الارهابيين تخدموا بالتنسيق مع بعضكم ولا كيفاش؟ اكيد اللي. اكيد عندنا وسائل اتصال تحت ذمتنا، وعندنا شركات مسمين لنا احنا من الكونغرس. من الكونغرس ديريكت. مانيش نفاد الكونغرس. وكيفاش مثل القرايه نتاعكم؟ واش كيفاش تقراوها الارهاب ولا تمارسوه ديريكت؟ والله عندنا حاجات ما نجموش تو خاطر شوف. انا باختصار يعني باش ما نطولش عليك. انا شوف احنا نقراو ترونكو مع عمين تي سي، وبعد ام سي ا نعملوا سي ان سي. نعملوا يعني كل واحد اختصاص اللي يحب عليه بعد العامين ترونكو مع. حلو. ويعني هذا هو انا مثلا شيء اختصاصك مثلا؟ يا انا اختصاصي تفجير. تفجير ما لا تفجروا المواهب. نفجروا كل شيء. حلو حلو جدا. على كل ماش احنا تونا بصراحه ما متقلق شويه، مش برشا متقلق شويه من الحزام الامني اللي لابسه وانت لهنا. ماش يعني يتفجر معناتها ذي نجم يتفجر معناتها هو يعني هذه عينه من الاشياء اللي انا اصنع فيها وحدي في الدار، معناها اجتهاد شخصي. معناها جميل. وكيفاش كيفاش هذيك كيفاش يتفجر معناتها؟ كيفاش هذه تنزل على القرص هذي هكا؟ لا ما تنزلش. لا جست نوري برشا على القرص هذي هكا لا بتطلع هكا يتفجر كل شيء. القرص هذيك حتى كان بدقنون تكتب القرص في غلطه نجم فاش بدقنون. بالله ما ربي يخلي راسك مرفوع. ولا راسي ديما مرفوع. هيبي راسي مرفوع. واضح 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 جدا. معقول جدا. بون وانتم انت علاش مثلا تحب تفجر ما تفجروا روح الارهابي علاش معناتها شنو الاشكال معناتها؟ والله شو نقول لك تو هذه اسئله يعني ما تنزل على الفلسه وين تلقى روحك؟ تلقى روحك الفوق. 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 وين الفوق؟ الفوق بعد الحريات. اي واللوطه ما ثماش حريات اللوطه؟ لا اللوطه ما هكا تشوف انت على عينك كل شيء ما ثم شيء لوطه. ثم كان الجماد. معناها الحريات كل فوق. كل شيء فوق. ثم كان الحريات فوق؟ وي ثم كان الحريات. حريتك هاو. كان الحريات. وحريات. احنا عندنا الحريات كذلك. لوطه النجم زاد يمكن. انا عندي سؤال. انا خايف في سؤالتك انا بصراحه. والله انا عندي سؤال. يلا تو كي تبدا يعني ارهابيه في بلاستك انت معناها انثى تلقى حوريين الفوق؟ تلقى موجود يعني هم اجناس مختلفه من حريه. على كل احنا نشرفوا بحضورك وحضورك كذلك سيد الكريم. يلا نبداو نشره الليله بالاخبار. سمحني نرجع لك البطاقات نتاعك. البطاقات نتاعك. يلا تفضل. اي لكنه مكتعرف يشدني حاكم ولا حاجه. سمحني بطاقه الجلب خاصه بطاقه احتراف. بطاقه احتراف. يلا اذا نبداو نشره الليله بالاخبار الوطنيه. واثر الامطار الاخيره اللي شهدتها ولايه مدنين وقع انهيار قنطرة بين مدنين وبن قردان فقط بعد 5 أشهر من تشييدها.
يعني قنطرة مازالوا يبنوها في 5 شهور في أول مطر نقول وإحنا تحت القنطرة هذه. حسب رأيكم شنية كان رد فعل كاتب الدولة للبيئة؟ باش يقاضي المقاول، لا باش يعاود قنطرة جديدة، لا باش يقاضي، باش يحكم الجمال يصلحوها، باش يقاضيهم، لا 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 لا، باش ينحي القنطرة ويبني في بلاصتها نفق. لا 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 لا، ما إجابة ماهمش سليمة، لكن نشوفوا الرد متاع كاتب الدولة بيدو ثم نعود. نرجع عليه ونشهد ولاية مدين انهيار قنطرة الدرغولية بين مدينتي مدنين وبنقردان بسبب الأمطار الأخيرة اللي شهدتها الولاية، مما أدى إلى تعطل حركة السير بصفة كلية. فقط نحب نذكر القنطرة هذه شيدت منذ حوالي 5 أشهر في إطار تجديد البنية التحتية للطرق بكامل ولاية مدنين. هذه راهي قوة ربي أعظم من القنطرة بالطبيعة، معناتها من الآثار الغزيرة اللي تم إنجازها. قوة ربي أعظم من القنطرة. لا والله شوف أنا راني باش نفجر. لا لا بجارب، لا لا نزلنا كبدينا. لا لا بجارب، يصبر شوي بجارب. تريث يلا ترى اي وي قوة ربي اقوى من القنطره. اجابه نتاع سياسي ما تصورش كان تكون مقنع. يعني صحيح قوة ربي اكبر من القنطره، لكن السياسي موجود باش انه يلقى هو الحلول ويلقى هو فعلا فعلا. يعني حتى يعني هل الكاتب الدوله هذا حتى البطاله ينجم يقول لهم يعني هذاك ايش كاتب ربي؟ ينجم يقول حتى للفقراء يقول لهم هذاك ايش كاتب ربي؟ حتى والتنميه في الجهاز هذاك ايش كاتب؟ هذاك الحل. لا انا بصراحه الحكومه هذه لازم تطيح. عليه هذاك ايش كتب لها ربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيء هذا؟ شيء صوت؟ ما تخافوش، ما تخافوش، شيء خفوش قبل ولا شيء؟ عادي عادي عادي. انا تلقاني لهنا ما بكري وانا داخل زراعه لغم في الباب نتاع زراعه لغم جمله، تلقى واحد من جماعه ليكيب نتاعكم متعدي ينزل عفصالي. لا حلو يا عادي جدا، كمل كمل البرنامج. الحالة كل على كل ربي يسر ان شاء الله تشوف الحلقه الاخير. انا مقلقني الحزام الناس نتاعي كان فجعني مش عارف علاش. يلا يلا صوره 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 تريدنا من مدنين، وهي صوره للحافله الجهويه للنقل بمدنين. هاد شوفوا مع بعضنا كيفاش الحافله هذه فيها كراسي بلاستيك. يلا شوف الصوره مع بعضنا. فوالا شوف هذه حافله حافله ماذا حافله على الاخر فيها كراسي بلاستيك. شوف كيفاش يعني حافله بلاش 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 كراسي. هلا ما هو الكراسي الكل في مجلس الشعب. الكراسي الكل في مجلس النواب. مجلس النواب كل قال مالها هذاك علاش النواب قاعدين وهم علاش قاعدين؟ قاعدين ساهرين على راحه المواطن. يلا تو في الشان الدولي. يا لطيف كيف شو هذا الهم هذا؟ باكي الولاد شبيك؟ باست 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 شبيك؟ ايش نايا بخش؟ لباس انت ما تحسش شيء شيء دخان وقبلة ما ثم حد شيء ترون شيء ما ثم شيء كالمي لباس شيء شيء يحتك كالمي توقت خانيانا ثم واحدة ذكر نسيتها في ال كل شو اسمه يلعبوا ال أبو نصف أي والله أبو نصف نسيته في اللوج تاع كوستيم تاعكم وتو وقت تفجيره تعال شبي تفجر عادي هذا الشيء الحكاية شبيكم قد تسرع في الواحد عمل إنسان يبتاع الغامة هذا نوتر سبيسياليتي لباس سيدة متاع الحمص مدفع. أنا في الأمان. ليش في الأمان؟ بتعرف خليني واحد يأخذ أقعد أخوي أقعد في الأمان. يلا يلا كملوا نشره. يلا يا ربي يقدر سريان يتوى على الاخر سريان خلي راسك مرفوع. يلا يلا نمشي طولي فقره الرياضه وصوره صوره طيبه جدا تاتينا من احد مباريات من احد المباريات مباريات الكاس الاخيره في احدى الملاعب التونسيه. تشوف الصوره مع بعضنا. لا شوف لا لا اي وي شوف الصوره يا بالحق هذه مش مركبه ولا حاجه. لا 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 مش مركبه هذيك هي هذيك لا لا عاد لا لا ولا صوابعه في الـ في الـ في, الـ في القزحيه نتاع سامحني لا لا انا مش مفجر روحي لا ولا مفجر روحي لا 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 بجاه ربي يارك بجاه ربي زيد اقدم هذا شويه بزاف بصايب سامحني سامحني واش واش دير تمشي الحوريات نتاعي انا فوق لا لا بجاه ربي لا لا ما يقدر هكا تادي بجاه ربي انا راك مالوش ربي سامحني رسمك سامحني توا هاك الجوار هذاك اللاعب هذاك مدخل صوابعه في عينينك الجوار الاخر اللي مقابله ولا انا ما عادش نراه ولا شو لا لا هذاك هو مدخل صوابعه في القزحيه نتاع الملاعب الاخر هذا عاد هاو
العنف عيني عينك. لا ما قال لك الحكم بعد ما عينوه حايل عليهم عيناني. لا انا بصراحه تاحوا من عيني. تو الصوره هذه من عين المكان اكيد، اما هذه ما هي الا عينه. انا معطاني عوينه على اللي صاير في الفستيرات. بصراحه الكوره في تونس تكذب العين ومرات. هذا هو هذا هو. ما حلاهم الروح الرياضيه هكا، يلا حاجه باهيه حاجه باهيه برشا. حلاها الكره في تونس. يلا توا مروا الفقره الاخيره بتاعنا. فقره حاسمه، فقره من انا. من انا من انا. ايوه فقره من انا. يلا يلا اختاني انك الامور هذيك، انا موتر لي اعصابي بالفوشيك العامل هذا والبني بني العامل هذا. يلا يلا نبدا باش نعطيكم انا ليزانديس على على شخصيه اليوم، شخصيه محوريه جوهريه معروفه جدا، انتم تطلعوها في اقرب وقت. يلا واضحين حاضرين حاضرين. توب. انا نخدم في التلفزه. هلا الركبي. لا عياد الحمروني. لا عبد الحميد في التلفزه. انا اللي خرجت الجن في برنامجي. اي خرج الجن في برنامجي؟ عدل لا عفاف الغربي. لا 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 انا اللي دخلت الحبس نساء في برنامجي. عربيه بالحمادي. لا امير نصيف. لا لا انا كيف بستني نجله نتاع الحصان وعنقتني طحت في القاع. حمزه البلومي. عادل الامام. عادل الامام في القاع. لا لا انا الجمهور نتاعي ما حبش يصفق في برنامجي لانه ماهوش خالص. عفيف اللقاني. اللقاني بتاعك اسمه اكلي غني. شو تمشينا؟ لا ما غنيش ما غنيش. انا عندي اسئله خطيره. سؤال خطير عماره. شو اسمه سؤال خطير؟ نوفل مرتاح. نرجع ونشوفوا الياس الغربي. لا لا انا اللي سالت زوز توامه قلت لهم انتم من فرد ام ولا لا؟ اي كادر سوايع. بس كادر سوايع مش كادر سوايع. لا مش كادر سوايع. عادل السليم. ليش عادل السليم بتاعك؟ لا انا اللي سالت قاسم كافي في جاك الفتق. 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 لا 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 تيابش تكلم. لا لا ناجي الورغي. لا 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 ناجي الورغي. لا مش ناجي الورغي. انا اقدم منشط في حنا بعل. اقدم منشط في حنا بعل. اقدم منشط في حنا بعل. سفيان داش. مش سفيان داش. لا لا اقدم منشط في حنا بعل. اللي يلبس 44 هذاك. شو تقول؟ مش هذاك مش هذاك. جمال المداني. لا جمال المداني. مش جمال المداني. نسبة صباح. لا انا صاحب مقولة يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما يا ماما. اصبر قيت قيت اسمه كل عبد الرزاق الشاب. عبد الرزاق الشاب والجواب صحيح. اه ظهر عبد الرزاق الشاب قتلتنا بالدخان بتاعك. عبد الرزاق الشاب والاجابه صحيحه. يا الهوات وقت بالمناسبه بربي استحضروا اخر فيديو اخر نقشه عملها عبد الرزاق الشابي. يلا نستحضروها كذكرى ذكرى طيبه. شوف اخر نقشه من نقشات عبد الرزاق الشابي ثم نعود. هذه بنتك ولا مش بنتك؟ ما عرفتش. انا النتيجه الوحيد اللي نعرفها تو في تونس، وراني قاعد تو نزقزق ونهرب ونتعب في الجمهور ونتعب في الجمهور اللي شاهد فيه. بنت ليله ولا اثنين في السبيتار بنت نهارين وعترياني. انا توا قاعد امها هي اللي رتها هي تعرف. قاعد نلعب نلعب بالتلفزه كما يقول. اما صدقوني ورحمه امي الغاليه الحقيقه مكتوبه هنا. اتمنى نرى عائلتك. وتتمنى يطلع بوك؟ شبيه. اه كان يطلع بوك باش نعمل باش تعمل لي شطحه هنا. كان يطلع بوك يرحم ويحط لك كل يوم حبك. يرحم ويحفظك بدار الحب. والطبع كانت تطلع بنتك تفرح برشا؟ مش نفرح. يا مسكين. كيف ديري محروقة؟ زي عبد الرزاق كيف ديري محروقة؟ أنا يا أم والله أنا والله ما زيدش نتعب. هذه ما هيش بنتك. ما هيش بنتك. والله ما هي بنتك. حاجه بشكير على الاخر عبد الرزاق. حاجه ما نحبش نمشي للقاعه. شنو هي البضاعه ذي يعني؟ ما والله لا اسمع بصراحه انا جاه ربي سيد فجر روحك. لا لا بجاه ربي. لا لا والله ما تفجر روحك. لا انا ماش قاعد مع لا والله ما تفجر روحك. فجر ولا فجر. لا لا ولا فجر روحك. راجل قدس راجل يبكي بحذاه والطفله تبكي. اقتلهم ما اسهم فجرني روحك. لا لا ما نجم بل حرام عاد زيت فيها ليله هذه. لا لا ولا حرام ولا فرس يزي هاي فرس هاي فرس لا سي قلت بجاه ربي يزي.
والله ما نعرف شنو. ها اسمع اسمع شوف ترى ها شوف ترى ها ظهر لي متنا. الله يرحمنا. ليه ليه شنو البركه فينا؟ البركه فيك فينا بربي. شنو البركه فيك؟ البركه فيك شنو البركه فيك فيني؟ لا 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 وين 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 شي وين شو وين شكون الحوريات حوريات 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 بالك يخدموا سيونس يونيك وروحوا دابا. لا 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 يخدموا 24/7 هي قالوا لي انزل على الفس هذيك تجيب واحد الحوريات ديريكت انزل نخدم 24/7 لكن الامير مش قال لي تتقل الحريات غادي في الرجاء ايه شنو الكلام هذا ثم شيء الحريات لحد شيء لاني من الحريات لوطة لاني من الحريات الفوق يا رسول الله شنو تو ايه كيفاش نا بك بطاقة الاحتراف هذيك بطاقة الملكية بطاقة بتاع سينار بياس والبلام وش نعم بابل تو وانا في بالي محترف في الهابي. لا 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 ل